السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن نعرف جزء كده أثناء العمل في الشغل ونديله لون معين وستايل معين. مثلا أقول له هنا أنا عايز أعرف جزء ديفايد وأقول له دي أي في، وتقدر تكتب هنا أي حاجة أنت عايزها. وليكن مثلا H1، وهنكتب هنا مثلا هلو وورلد. طيب لو دوس كنترول اس هيجيبها لي بالشكل دوت. انا عايز بعملها بشكل حلو، فاجي في الهيد واعمل ستايل ستايل، واكتب بقى في النص هنا هقول له دي اي في، وابدا افتح الاقواس الخاصه بالسي اس اس واقول له مثلا الباك جراوند دوت كولر، واختار اللون اللي انا عايزه ولكم مثلا اللون دوت. وبعد كده اقول له مثلا انا عايز الويتس هيبقى قد ايه. الويتس ممكن تقول له مثلا اوتو، او تدي له رقم معين بي اكس مثلا، قول مثلا 150 بي اكس، ونبدأ نعدلها لو حصل انها محتاج تعديل. الهاي او ممكن تقول له زي ما انت عايز بقى ديفولت اوتو زي ما انت عايز. خلينا نقول له مثلا الهاي 50 بي اكس. طيب ممكن بعد كده اقول له انا عايز اعمل بوكس شادو كشكل جمالي، يعني اقول له بقى الالعاب بتاعته بي اكس 10 بي اكس، الكولر هيبقى ريد مثلا، واقول له كنترول اس. هيبدا يعمل لي المستطيل الاولاني بالابعاد ديت اهوت. وخلينا مثلا بدل 150 ديت خليها 300، واقول له كنترول اس، هيبقى بالشكل دوت. وفي شادو هيبعد سنه كده 10، ومن هنا 10، وهيبقى لونه احمر بالشكل دوت.